بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة، لينتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الشهادات. فتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب ما جاء في البينة على المدعي. قال باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة ما جاء في البينة على المدعي، أي أن المدعي يأتي بالبينة على صدق ما ادعى على المدعى عليه. ومر علينا الكلام قبل ذلك أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي على المدعى عليه. إن لم يأتي المدعي ببينة أو لم يكن إقرار من المدعى عليه عند ذلك بتطلب يمين المدعى عليه. قال باب ما جاء في البينة على المدعي، يبقى إذا ادعى مالا مثلا على فلان فإن أقر المدعى عليه يحكم من خلال هذا الإقرار، إن لم يكن هناك إقرار يطالب المدعي بأن يأتي بالبينة على صدق ما ادعى. وافتتح الكلام بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، يبقى أي دين؟ المطلوب هو كتابة ذلك الدين، توثيقه بيكون بالكتابة أو أن يقوم بالإشهاد على هذه المعاملة أو على هذا العقد. فيبقى إما أن يكون بالكتابة يبقى لتوثيق الدين، وكذلك أو نأتي بالشهود يبقى دي بينة على هذه المعاملة أو هذا العقد المبرم بين الطرفين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، قلنا يبقى حفاظا على المال وصيانة للمال بيكتب هذا الدين سواء كان المال قليل أو المال كثير. الآية على ذلك أطلقت هذا الكلام، يبقى مال كثير مال قليل يبقى فيها الكتابة تفعيل للآية، يعني تفعيل. وقد يستحي الإنسان من الكتابة ذلك الدين، إن استدان فلان من فلان فيستحي هذا الدين أن يكتب الدين على المدين، وكذلك قد يتعاظم في نفس المدين أن يكتب عليه ذلك الدين، لكن ده تفعيل للآيات وحفاظا للحقوق وصيانة. إنسان عرضة للنسيان، عرضة للجحود، عرضة للموت، فلا ندري
يعني ورثة هذا المدين، يا ترى يسددون ذلك الدين أم لا؟ وكذلك إن لم يكتب الدائن فهناك أموال تضيع على الورثة إن مات ذلك الدائن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني نادى بهذا النداء، يا أيها الذين أمنوا، قلنا ده موجبات الإيمان، مقتضات الإيمان، وأن دائما اللي بيحرك الإنسان لامتثال الشرع هو الإيمان. أي خلل في عدم امتثال الإنسان لشرع ربه ما هو إلا نتيجة لخلل موجود في الإيمان. لذلك صدرت الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وأن دي أطول آية معلوم في القرآن، هي آية الدين. ولما تصدر الآية يا أيها الذين آمنوا دائما الإنسان ينتبه، يبقى ده نداء، لأن موجبات ومقتضات الإيمان هو في امتثال الإنسان لشرع ربه سبحانه وتعالى. إن لم يمتثل فعلى ذلك يبقى الخلل موجود في الإيمان، في خلل. عشان كده لابد من تمتينه، ولابد من تقويته، ولابد من تصحيحه. تصحيح الإيمان هنراه في استقامة الإنسان أو استقامة سلوك الإنسان على منهج ربي سبحانه وتعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يبقى لما بنختار كاتب نختار كاتب أمين، يعني على ذلك لا يدور ولا يحابي ولا يميل إلى أي طرف من الطرفين، ولكن يكتب. فقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ده من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بيجيد القراءة والكتابة، مجرد كده أننا بنعرف نقرأ وبنعرف نكتب، دي من منن الرب سبحانه وتعالى. وإلا لو رجع الإنسان بالذاكرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لما الواحد يرجع كده بالذاكرة يبقى ترى الآن أنا أمسك بالكلام، أمسك بالقلم وأكتب بذلك القلم، أو أنني أقرأ يعني هذه السطور أو تلك النصوص. كيف تعلمنا؟ هذا من منن الرب سبحانه وتعالى علينا. احنا خرجنا من بطون أمهات يعني حتى لا يدري الإنسان ما اسمه، يعني لا يدري ما اسمه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات التي نتعلم من خلالها. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، دي أدوات، أدوات التعلم. وكان من الرب سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا التعلم، ده تيسير من الرب سبحانه وتعالى. ولا لما الواحد يتفكر كده تصور يعني إزاي فعلا استطعت أن أميز بين الحروف، واستطعت أن أميز بين حروف بالكتابة وبالنطق، وإزاي فهمنا أن الكلمة دي معناها كذا، وإن أمليت عليك كلمة تقوم بكتابتها بالصورة الصحيحة. كل ده من الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يصل لنا التعلم، الله تعالى يصل لنا التعلم، فدي من الرب سبحانه نعمة. وبالتالي النعمة أبقى دايما تستعمل في مرضات الله سبحانه وتعالى، تستعمل في مرضات الله. فرق بون شاسع بين الإنسان لما يمسك القلم ويكتب مثلا يعني أغنية من الأغنيات، أو يكتب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام وهذا كلام، يعني ده كلام وده كلام، الأغاني دي كلام، وأيضا السنة ده كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، وعمر رضي الله عنه كان يقول عن قرآن إنما هو كلام، فأين العمل؟ يعني ده كلام، هذه نصه، ولكن فين العمل؟ قال ربنا سبحانه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل. يبقى الكتابة دي توثيق للدين، توثيق للدين، يبقى ده دين قائم، بس عشان ما تعرضش الإنسان للجحود أو نسيان أو تتلاعب به النفس الأمارة بالسوء، أو يضيع ذلك المال إن مات المدين أو مات الدين ضاع، يبقى الورثة ورثة المدين لا يسددون ذلك المال، أما هوش موجود يعني توثيق له. حتى لو طلب الدائن منهم أن أباهم عليه كذا وكذا ممكن ينكرون هذا الأمر، وليس هناك دليل، لا يستطيع هذا الدائن أن يقيم دليلا على ذلك، فين البينة على صدق ما تقول؟ يبقى لما بيكون في كتابة يبقى على ذلك يخرج هذه الكتابة كبينة على صدق ما ادعى على هذا المدين. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، يبقى بينا كده على هذا العقد، بينا على هذا التعاقد أو هذه المعاملة التي كانت بين الطرفين. يبقى لو مفيش كتابة يبقى في بينا، أين الشهود؟
يبقى فلان يشهد بهذا الأمر وفلان يشهد بهذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى جعل الشهادة على الأمور المالية برجلين، إن لم يكون رجلين رجل وامرأتان، امرأتان تقومان مقام رجل. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ناقصة عقل ودين. لما سألت النساء ما نقصان العقل والدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. والكلام ده بيبقى في العقود المالية، يعني المرأة مش كل شيء تصلح فيه أن تكون شاهدة، مش كل شيء تصلح فيه المرأة أن تكون شاهدة، لكن في الأمور المالية يبقى تصلح المرأة أن تكون شاهدة، لكن لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد نكاح، يعني لا تصلح، هي لا تبشر العقد ولا تصلح أن تكون شاهدة على عقد نكاح. يبقى شهادة المرأة في الأمور المالية أو ما بيانه الشرع، لكن مش في كل شيء تصلح شهادة المرأة. قال ربنا سبحانه: واستشهدوا شهدين رجلكم، فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى المرأتان كده تقوم مقام الرجل، وبالتالي بقى في مجلس التحاكم القاضي يأتي بالمرأتين، مش يأتي بامرأة ثم الأخرى، يأتي بالمرأتين في نفس المجلس، ويبقى في نوع من أنواع يعني التذكير بينهما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نسيت فتذكرها، ده أمام القاضي. قلنا لأن شهادة المرأتين بتعدل شهادة رجل كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا يعني ساعات بيبقى نوع من انواع الخجل، نوع من انواع الاستحياء ان احنا نكتب هذا الدين، يبقى استدام مبلغ بسيط جدا من المال قليل، ولكن يعني الانسان قد يستحي، ده احنا بنفعل ايه، يعني هذا بمتثل لايه اكون من اهلها، يبقى استدام فلان من فلان قال له اكتب، ليه؟ عشان يبقى طبق الايه، امتثل هذه الايه، ولا يجد في نفسي اي غضاضة من ذلك، ويسلم تسليما. يعني دايما كده ساعات الانسان يجي يتعظم في نفسه كم مدين، والاخر قد يستحي يقول يعني ده شرع، الشرع ده جاء لحمايه الانسان، يعني جاء لصالح الانسان وجاء لحمايه الانسان. والانسان مركب فيه الجحود، مركب فيه النكران، مركب فيه النسيان، كل ده امر مركب في داخل الانسان. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا، الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. معامله مستمره، وعلى ذلك جرت هذه المعامله. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وان تفعلوا فانه فسوق بكم، واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واشهدوا اذا تبايعتم، يبقى الشهاده على عقد البيع، على عقود البيع والشراء. قلنا مخافه اي نسيان او جحود، يبقى عندنا البينه التي تشهد بصحه هذا التعاقد الذي تم بين فلان وفلان. يبقى اذا انكر المدعى عليه او اذا ادعى المدعي، يبقى نقول له البينة أو إقرار هذا المدعى عليه. إن أنكر يبقى يأتي بالبينة ليبان صدق ما ادعى. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خلي بالك كده، مفيش محاباة، مفيش مجاملة، يعني هيشهد على نفسه. يبقى كما مر علينا كلام عمار رضي الله عنه، قال: ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان، من الإنصاف من نفسك. يبقى نقيم الشهادة على النفس، نعم يشهد على نفسه، يعني شهادة الإنسان على نفسه، قلنا أنه يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافية. يا أيها الذين آمنوا، وصدرت الآية أيضا بالنداء، لأن ما حدش بيستجيب إلى ذلك المنزمة كما استمعنا الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى الإنسان بينحرف إزاي؟ باتباع الهوى، باتباع ما يولي عليه الهوى أو النفس الأمارة بالسوء، أو يتعظم ذلك الأمر في نفسه. دايما يبقى إحنا بنحكم بالشرع، والشرع هو الحاكم على الإنسان، وبالتالي لا يفرق ما بين شريف ووضيع، غني ولا فقير، يبقى كلنا سواسية. فسيادة الشريعة على الرئيس المرؤوس، على الراعي والرعية، على الذكر والأنثى، على الجميع. يبقى احنا نتحكم من شرع الله عز وجل، وشرف وفخر الإنسان ان هو بيتحكم من شرع الله عز وجل، وأيضا يمتثل لكلام رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب إذا عدل رجل أحدا، إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. إيه مسألة تعديل؟ أصلا كده الشهادة البينة، الشاهد يعني في العدالة، عدالة باطنة مش عدالة ظاهرة، فرق ما بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، لازم يعدل باطنا غير العدالة الظاهرة. في أمور كده تقبل فيها العدالة الظاهرة، يعني تقبل فيها زي شهادة مثلا عن النكاح وغير ذلك، لكن أصلا العدالة الباطنة لما يكون البعض قال مثل أو رفع للقاضي أن فلانا زنى بفلانة، فعلى ذلك فين البينة؟ لابد أن يكونوا من الرجال، ولابد أن يكونوا عدول، والعدالة المقصودة بكده عدالة باطنة، غير لما يكون إنسان مستور الحال، فلان ده لا نعلم عنه يعني أنه ارتكب شيء، غير لما يكون مجرب فعلا لم يرتكب لا كبيرة ولا أصر على صغيرة، وكذلك أيضا مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. قال إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا، يبقى يا ترى هيبقى تعديل لهذا الإنسان؟ يبقى ده رجل عدل. البينة اللي هي العدول بتعدل عن طريق رجال عدول يعرفون بذلك الأمر، وبالتالي يبقى ده بيتم التعديل بذلك الأمر. مين اللي هيحكم أن فلان عدل في العدالة الباطنة؟ بيظهر الكلام ده من أفعالي وابتعادي أيضا عن الكبيرة وعدم إصرار على فعل الصغيرة. يبقى نقوله فلان ده رجل مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، رأينا أفعاله، يعني رأينا أفعاله ولم نره أبدا أنه هو بيرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة وقع فيها، يبقى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى واستغفر. قال في رواية عن ابن شهاب رحمه الله، قال أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعويد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضها، حين قال لها أهل الإفك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، ثم استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة رأيت عليه أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. أساسا إذا عدل رجل أحدا قال لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا، هل يا ترى هيعدل بذلك أم لا؟ هل دي يبقى صورة من صور التعديل؟ يبقى تقبل شهادته. فعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يبت في ذلك الحكم، وأن في خلاف في هذه المسألة، هل يا ترى لو قال لا نعلم إلا خيرا يبقى دي فعلا تعديل، ولا الأمر يحتاج أكثر من ذلك؟ هو حياتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باب الشهداء العدول، باب الشهداء العدول، يعني تعديل الإنسان بيأتي إزاي، يبقى إيه الشروط التي لابد أن تستوفى لكي يتم التعديل. دي العدالة المقصود بها العدالة الباطنة، أما العدالة الظاهرة يبقى نقول فلان ده لم نراه يرتكب إثما لكن لا نعلم أحواله، يبقى ده مستور حال، يبقى على ذلك يبقى دي عدالة ظاهرة، يبقى عدل، ما شفناهوش بيفعل معصية، لكن احنا في المقابل ليها شروط كده لابد من استيفائها حتى يعدل ذلك الإنسان، اللي هو المقصود بها العدالة الباطنة. هل يا ترى مجرد القول أقول قال ولا نعلم إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا،
يبقى هل يا ترى في الحالة دي ده تعديل أم لا؟ الإمام البخاري رحمه الله لم يبت في هذا الحكم في هذه الترجمة، ولكن لقوة الخلاف في هذا الأمر. وفي مسألة التعديل يبقى لابد معرفة حال المزكى ده باطنا، حال المزكى باطنا، ولا يلزم أبدا إن هو لا نعلم منه إلا الخير ألا يكون فيه شر. يبقى فيه جزء إحنا جانب مخفى على الإنسان، ولذلك حق للقاضي أن يختبر الشهود حتى لو كان هناك من يعدل الشهود، ده حقه. يبقى مثلا يبقى دي بيئة قالوا، يبقى دي ناس عدول عدلت هؤلاء الشهود، القاضي يأخذ بذلك، يبقى دي عدالة. القاضي له الحق أيضا أن يختبر هؤلاء في عدالتهم، يختبرهم، وده في حكم هترتب على ذلك، يعني في ده حكم هترتب على ذلك. مثلا خاصة في مسألة الحدود، يعني خاصة مسألة الحدود، يبقى أربعة شاهدوا كده على فلان أنه زنى بفلانة، وبالتالي على ذلك دول عدول، يبقى القاضي يختبر. نعم، لأن هذه البينة التي يحكم خلال القاضي ده فيها حكم، ده إنسان كان محصن يبقى هيحكم برجم بموته، فعلى ذلك ممكن يختبر بينة، ممكن يختبر هذه البينة، يختبر كلنا على حدة كده، قلنا عشان ينظر يعني لعل يكون يعني ممكن احتمال ولو كان بعيدا أن يتوطأ على الكذب، ده احتمال حتى لو كان بعيدا، حتى لو كان بعيدا ده إنسان. فالقاضي يختبر ذلك لأن الحكم خلال هذه البينة هيحكم بموت ذلك الرجل، فالقاضي له الحق أن يختبر البينة. فقوله كده لا نعلم إلا خيرا، يبقى لا يلزم منه أن دي هيزكى بها هذا المزكى باطنا، لأن ممكن يبقى أيضا معه الشر. والمسألة ده هي أساسا كان عبارة عن اتهام مرسل، يعني من هذا المنافق لما اتهم عائشة رضي الله عنها واتهم صهيب المعطل رضي الله عنه وارضاه، يعني ده اتهم، يبقى ده كلام كان تهمة بالتالي لم يقم عليها دليل أو بينة. فعلى ذلك نقول الأصل الإنسان بريء، يعني الأصل الإنسان بريء، وعشان يتهم إما أن يكون إقرار منه وإما أن يكون فعلا بينة، يعني بينة. لذلك معلوم أن من تكلم في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه حد القذف، كان حسان بن ثابت وحملة بنت جحش ومصطفى بن أثاثة، دول تكلموا أيضا مع هذا المنافق وقيم عليهم حد القذف أساسا. يبقى لأن يبقى في بينة، والبينة أيضا لها يعني إن كان في شروط لابد فيها في البينة، وكذلك في الشهادة ذاتها، يعني في الشهادة، يعني على ذلك يبقى بينا أربعة من الشهود يشهدون، وإنهم نظروا مرة واحدة كده، ينظروا في توقيت واحد فرأوا أن هذا الرجل قد أولج في فرج هذه المرأة، رؤية مش بالتتابع، دي رؤية كده يعني دفعة واحدة، يرون المشهد، مش يرون المشهد بالتتابع، يبقى كأنهم ينظرون مثلا من ثقب باب، فعلى ذلك ده نظر، الثاني ينظر، لا ده هو لابد ان هو ينظروا دفعة واحدة، فعلة واحدة، وبالتالي بقى ده لها شروط أساسا، كان في المشهد أو كان في عدالة هؤلاء لابد من استفائها. فده كان اتهام مرسل، لا دليل ولا بينة على هذا الدعاء، مجرد هو خبيث ادعى ذلك الادعاء طعنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي تأخر يستأمرهما في فراق أهله، يعني المشكلة دي تحل إزاي، فبيستمروا كده في فراق أهله، هل نفارق ولا لا، قلنا عشان ينهي هذه القضية. فقال أسامة رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني لا نعلم عنا إلا الخير. وقالت بريرة رضي الله عنها إن رأيت علي أمرا أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني لو كان في أمر كده، يعني هي بتكلم في شأن عائشة بي، عائشة رضي عنها كانت يعني من حداثة السن، يعني كانوا كانت بتبقى تراقب هذا العجين أهلها حتى يقومون بخبز أو بصناعته، فتأتي الداجن كده تأكل منه وهي غفلة عن ذلك، غافلة عن ذلك الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي
فوالله ما علمت نالي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يبقى ده تعديل قلنا في هذه المسألة على أساس أنه لم نعلم عن فلان إلا الخير، لم نعلم في جانب أخرى، وقلنا ده مش شهادة، ولكن ده دفع لهذا الاتهام، يعني دفع لهذا الاتهام. أنت بتتهم فلان ليس عندك بينة، وفلان ده لم نعلم عنه إلا خيرا، لم نعلم عنه إلا خيرا. لذلك قال إذا عدى رجل أحدا فقال لا أعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. ثم ذكر الباب التالي باب شهادة المختبي أو المختبي، وأجازه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يومان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد، ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. ابن صياد مدجع على فراش في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم هو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد أي صاف هذا محمد، فتنى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي، قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل الهدبة الثوب، فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع لهذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال في ذلك الإمام بخاري رحمه الله شهادة المختبي، أي هو بيختفي كده وبيعتمد على السماع يسمع. نقول إن الفاعل لو رأى ذلك وشهد هذا الرجل لم تنع مثلا عن الكلام أو عن الفعل، فبيختبي لكي يسمع، يتحمل الشهادة عن طريق السمع، فيترى هل دي شهادة تجوز أم لا. قال أجازه عمرو بن حريث رضي الله عنه أجاز ذلك عند تحمل الشهادة، يبقى ده ممكن يبقى شاهد يشهد بما سمع، مع أنه لما جاء يسمع كان اختبأ لهذا الإنسان حتى يسمع يتكلم. وقال عمرو بن حريث أجاز عمرو بن حريث أجاز هذا الأمر، قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. يعني ليه هنقبل الشهادة؟ لأن الإنسان الخائن الفاجر أو الكاذب الفاجر يبقى هيمتنع عن يفعل ذلك الأمر أمام الناس حتى لا يشهدوا عليه، فبنحتاج أن احنا نختبئ حتى نسمع من كلامه حتى نشهد على ما تكلم به. يبقى الشهادة دي هتبقى شهادة عن طريق السماع، بس عشان تكون شهادة عن طريق السماع لم يأتي السماع إلا باختباء من تحمل الشهادة حتى يسمع من كلام هذا الخائن الفاجر أو الكاذب الفاجر، كما قال كما بين عمرو بن حريث رضي الله عنه قال لما أجاز هذا الأمر. يقول الإمام البخاري رحمه الله وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، السمع شهادة، هل ممكن نشهد بكده؟ يبقى ذكر هذا الكلام أيضا تفسيره، وقال الحسن رحمه الله يقول لم يشهدون على شيء وإني سمعت كذا وكذا. يبقى عشان يبقى الشهادة الأصل هو الحضور، عشان إنسان يشهد بشيء يبقى يعين هذا الأمر، يبقى حضر الكلام ده، هو أشهد أن فلانا قال لفلان كذا، قال لفلان، يبقى أنا حضر المجلس ده، هو غير هو بيشهد أن فلان تكلم بكذا. يبقى ممكن تكون شهادة هو لم يراه اختبأ له أو لم يراه ولكن سمع يعني أن فلان تكلم بذلك، ويستطيع أن يميز صوت فلان، يستطيع أن يميز صوت فلان. يبقى دي الشهادة على السمع،
الشهادة على السمع، سواء بقى كان السمع ده اختبأ الشاهد لكي يسمع أو أنه هو سمع بدون قصد. قال الحسن رحمه الله يقول لم يشهدون على شيء وإني سمعت كذا وكذا، يبقى شهادة المختبئ، أو نقول يعني كيف يتحمل هذه الشهادة. وقلنا الكلام ده ممكن يعني هنحتاج له لما يكون إنسان فاجر أو كاذب أو خائن، بنحتاج لأنه أمامك كده لا يصدر منه شيء، لكن لو اختلى بالأمر ممكن يصدر منه ذلك الأمر. فقال يبقى أجاز عمرو بن حريث رضي الله عنه، وقال الشعبي بن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، يبقى تجوز في الحالة دي شهادة السمع. قال سمعت فلان يقول كذا وكذا، هو لم يره ولكن قال سمعت، يبقى أنا أشهد على سمع على ما استمعت إليه، سمعت فلان قال كذا وكذا. يبقى زي ما نقول مثلا مشاجرة وسمعنا أن فلان قال والله لا أقتلنا، يبقى أنا سمعنا فلان، هل أنت رأيته قتله؟ لا أنا سمعته قال لا أقتلنا، يبقى ده شهادة كده على ما سمعنا. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أمان النخل التي فيها ابن صياد، وابن صياد ده يبقى ده يهودي أساسا، وكان بيقال أنه هو المسيح الدجال، المسيح الدجال، وكان يعني الشك هل هو المسيح الدجال أو لا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تثبت واستوثق من ذلك الأمر، يعني استوثق. قلنا روايات كثيرة لما يأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفتن أو عن هذه الأمور، يبقى ده ابن صياد، وقيل أنه هو المسيح الدجال، وقيل أنه مسيح الدجال. قال حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، هو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، يعني بيختبئ كده عشان يسمع الزمزمة اللي هو بيتكلم بيها والهمهمة اللي هو بيتكلم بيها. يبقى زي ما إنسان بيبقى جالس في مكان كده هو خالي بردد كلمات، يبقى بردد كده إيه الهمامة اللي بيقولها، يبقى لو إحنا أمامه ممكن هيسكت عن هذه الهمامة أو الزمزمة، لكن هو بيختلي بنفسه يبقى ممكن تصدر منه هذه الكلمات. فلو اختبأنا هنسمع منه ما يقول، ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. صياد نجع على فراش في قطيفة له فيها رمرم أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد أيصاف هذا محمد، فتنى ابن صياد بتنبهه خلي بالك ده محمد صلى الله عليه وسلم يعني بيختبئ حتى يسمع، فسكت ابن صياد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني هو الشك فيه يا ترى هو ده المسيح الدجال ولا بما يعني يهمهم أو بما يعني الزمزمة دي بما تكلم، قال لو ما كانش نبهته كنا سمعنا ما تكلم به. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لابن صياد حتى يسمع ما يتكلم به، حتى يسمع ما يتكلم به، يبقى لذلك شهادة مختبئ، يبقى اختبأ له وفي جذوع النخل حتى يكون قريبا ويسمع ما يعني يتكلم به. ولكن كان التنبيه من أم ابن صياد، قالت أيصاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فتنهى ابن صياد فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. ثم كانت الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي، في قصة امرأة رفاعة القرظي، حنرجع عنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.